بعد نجاح الحالة الأولى من لعبة تير داون، لما أنا لعبت فيها ماينكرافت، يعني جبت تير داون وبعدين جبت ماينكرافت، قلت تعالوا هنعمل ميك. فالمهم يعني إن الحلقة عجبتكم وجابت لايكات كتير وجابت تفاعل كبير جدا 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 من طرفكم، وإن الواضح كده إن أنتم عايزين تشوفوا النهاردة روبلوكس في تير داون. فالنهاردة يعني زي ما أنتم شايفين كده هنلعب النهاردة لعبة روبلوكس، هو لعبة تير داون. أنا معانا النهاردة أكتر من ماب في روبلوكس، فتعالوا كده أما نشوف هنقدر إن إحنا ناخد تجربة روبلوكس الحلوة ولا لأ. ما تنساش بقى إن أنت تعمل لايك وتشترك في قناة انتشرتش، وهتلاقي الانستجرام بتاع الديسكربشن بجانب سيرفر ديسكورد. يلا بينا يا عم نخش على الفيديو. طب يعني زي ما انتم شايفين كده سعادتك، احنا دخلنا في روبلوكس تايتانيك، ماب التايتانيك في روبلوكس. يعني زي ما انتم شايفين الموضوع روبلوكساوي قوي بشده، مش تصدقوها. بس انا عايز اقول لكم على حاجه، يعني الموضوع ده ليه اكتر من قصه، لان اصلا تير داون وماينكرافت وروبلوكس بتشاركوا في فكره الليجو، اللي هي ايه اللعب الصغنونه دي اللي بتتركب في بعض وبتتشكل زيها زي المكعبات كده. فمن الواضح يعني ان اللعبه يعني ايه مش تقدر انت تفسر فيها قوي، لكن احنا النهارده طبعا احنا عارفين يعني احنا بنيجي نعمل ايه. انا وقعت، ماشي. احنا النهارده هنيجي ان احنا نغرق التايتانيك دي. ليه؟ ممكن اطير ممكن اطير ممكن اطير. ما حدش عارف، بس انا هحاول النهارده ان انا اغرق البتاع دي. مش عارف هي هينفع انها تغرق ولا لا. انا كده هنجرب. هو بص، هو بيحدث فيها ضرب. هو في اصلا جواها حاجه ولا هي فاضيه من جوه؟ تقريبا فاضيه. اوه هي فيها تشكيل بس بسيط، يعني بس ايه، مش التشكيل اللي يستحق. يعني انا معايا بقى ايه، ضفت مود اسمه مود السي 4 سعادتك. يعني مود السي 4 دي اللي ما يعرفهاش هي ماده متفجره، ماشي. هي راحت فين السي 4؟ لما اقصد بس السي 4 بتاعتي اهي في رقم 6، ننزل تحت كده اهوت. ماشي، بعيدا عن اللي حصل ده. طيب احنا حطينا السي 4، وبيقول لك لو انت عايز تزود التايمر بتاع المهم انت عايز تفجرها تطفيها كده بكل بساطه. ولكن من الواضح يعني ان السفينه دي مش هتغرق بسهوله، فاحنا محتاجين ان احنا نستهدف اماكن استراتيجيه فيها علشان ربنا يكرمنا وايه ان احنا نقدر. اولا مفيش حد هيمشي من المكان ده، ده مبدئيا كده، ماشي. ادي واحد، ادي اثنين، دول ثلاثه بس، يعني هنعتبر ان انا حطيت اثنين يعني، ماشي. وادي الرابعه يا ابو عم داخل علينا، حطيت في كل واحده من دول سي 4. نمنع بقى ان حد يهرب من السفينه. هوب، اوعى يا ابو عمو، اوعى. هي دي ما اتدمرتش بشكل كفايه، بس اكيد ما حدش هيقدر ان هو يستغل القوارب دي. طب هيحصل ايه لو احنا غرقنا جنب السفينه بالكامل، حطينا فيه السي 4 ده؟ يعني نعمل واحده مثلا هنا، وبعدين واحده هنا، وبعدين واحده هنا، واحده هنا، ونفضل ماشيين كده. يعني زي ما انتم شايفين احنا حطينا 51 سي 4، فخلينا كده نشوف ايه اللي هيحصل في السفينه. طبعا انا غرقت الجنب بتاعها عشان هي ايه، على اساس تميل. ده في الفيزياء يعني. هل في تير داون وروبلوكس هيحصل الكلام ده؟ ما اعتقدش. اللعبه وقفت وتقريبا كارت الشاشه بتاعها هيولع دلوقتي. يا نهار اسود يا جدعان على المنظر. تفتكروا هتقع؟ يعني تقريبا اللاج ده هيتفك دلوقتي، بس شايفين الجهاز بيعاني. انا جهازي قوي اصلا، انا جهازي كويس، بس الجهاز يا جدعان بيعيط. بس انا مش شايف ان هي مالت على فكره، يعني انا حاسس ان هي زي ما هي، يعني ما فيش تغيير كبير يعني حاصل. يعني من الواضح ان السفينه دي متركزه على قاعده، القاعده دي بتخلينا ما تغير. بصوا انا قلت اما نفكس حوار البتاع دي وان احنا نيجي هنا الراجل ده. بصوا انا يعني ايه ده، يعني انا مش فاهم، هو ده سيف ده يعني ده سيف ده يعني ده سيف ده سيف، ايه قله الادب دي، ده سيف يعني. طيب يعني زي ما انتم شايفين كده معالي حضراتكم، انا اتحاصرت من كل الرجاله المحترمه دي. فيعني انا معايا حاجه اسمها هاك فيكو، خلينا كده نشوف هتعمل ايه. اوكي تو هاك، دوري ان انا هكر العربيه. اوكي انا العبيط. ايه اللي هيحصل لو احنا فنجرنا دماغ الراجل بتاع روبلوكس ده؟ نهار اسود نهار اسود، الراجل ما بقاش نافع خالص. نهار ابيض. بقول لكم ايه، انا عندي بجد تجربه عايز اعملها، ان انا عايز انزل عند جسمه تحت واقوم حاطط جوه بطنه تي ان تي،
وبعدين اطلع بره افجره ان انا اوصل لكرشه. بس بسم الله ما شاء الله، يعني هو من الواضح ان هو كله بلوكات ايه قويه جدا جدا. الليجو بتاعه يا ابو عمو ايه متصمم له حاجات ايه دلع. خلينا مثلا احط له مثلا ايه، احط له مثلا السي 4، احط له واحده سي 4، وبعدين احط النيتروجين ديت واحده هنا وواحده هنا واحده هنا، هحط ثلاثه بس عشان ما يحصلش لاج زي المره اللي فاتت والجهاز يبقى بيعيط مني. ماشي. طبعا انا خزنت في كرشه البتاع. انا مش عارف ليه مش عارف اطير، عايز اطلع جدعان، انا مش عارف اطلع بجد، مش عارف اطلع. طلعوني طيب، طلعوني واسمع الكلام. طيب طلعوني، هو انا اكيد مزنوق في حاجه يا جدعان يا جدعان. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هربنا من المكان المعفن جوه ده. ايه ده، هو انا حطيت سي 4 ولا لا؟ طيب المفروض ان انا حطيت سي 4، بس انا مش متذكر بصراحه اذا كنت عملتها ولا لا. هو من يقول ان انا حاطط واحده اكسبلوجن سايز 2 42. بص بقى، احنا دلوقتي هنفجر السي 4، 1 2 3 المفروض اشلقه. انا هوري سويت، يا لهوي يا جدعان، شوف احنا بهدلنا الراجل، الراجل ده مبقاش نافع يا جدعان، يا لهوي. طب ده حصل فيه كده، امال انتوا هيحصل فيكوا ايه يا رجاله؟ منورين والله العظيم. ايه الروكت بوستر ده؟ اه اوكي، ده لما نضرب احنا بتاعه. السلام عليكم، بقول لكم ايه، انا هوقعه من رجله، هوقعه من رجله. ماشي. لا دي الشوت جان دي مش تعمل حاجه. خلينا مثلا ايه نجيب واحد وبعدين نجيب اتنين. مش عايز احط كتير بصراحه عشان انا عارف، يعني انا جربت الاداه دي قبل كده في فيديو ماينكرافت يعني اللي شافه، والنتيجه ما كانتش حاجه كويسه بصراحه. فخلينا ايه نيجي من بعيد كده ونضرب بالميني جان. يلا فاضل 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 اتنين. يلا تفتكروا هيقع من الاربعه دول ولا يستحمل؟ يا ابن اللذينه، ده استحمل. طب انا عندي سؤال بقى، لو احنا فضلنا نعمل كده ساعتها، يا لهو. لا يا ابن اللذينه يا روبلكساوي، اوعى. يا عيني يا كابتن، يا عيني دلوقتي الواد وقع يا جدعان على رجليه. يا نهار اسود، احنا شكلنا كده يا جدعان افترينا يعني سيكسيكا كده وربع، يعني افترينا عليهم شويه. طيب خلينا ايه نفجر دماغ الراجل ده بلا اي هدف كده. يعني انت ممكن تسالني ليه او ايه وجه الاستفاده، اقول لك والله مش عارف، بس عارف بتحس براحه اللعبه دي، تحسها بجد بتريحك نفسيا كده من هموم الدنيا كلها. اما بالنسبه بقى للراجل اللي انا بخرم في دماغه ده، فانا هعمل معاه حركه حلوه قوي. انا هطلع هكسر لحد تحت خالص، وبعدين هطلع فوق او عامل ايه بقى، رامي قنابل جوه، يعني رامي قنابل الموز العادي اللي احنا اللي انتوا عارفينها اللي هي فتير داون ديت بالموز اللي معاه ده، ونشوف هل الراجل ده يقدر ان هو يستحمل كرش، يقدر ان هو يستحمل. وبعدين ثانيه واحده، انا عايز اجرب حاجه ثانيه، انا عايز اجرب انزل تحت دلوقتي، انزل على رجليه. تفتكر دي حاجه تنفع؟ انا خرمت الراجل، الراجل اتخرم. انا مش عارف ده ايه، هو ده حاجه انا ما اقدرش ان انا اكسرها. يبقى دي رجله مثلا، هي دي رجله. انا وصلت لتحت قوي كده، انا تقريبا وصلت لتحت، بس انا مش عارف اخرج. انا خرجوني طيب، خرجوني والله، انا عيل صغير، انا غلطان ان انا دخلت المكان المعفن ده، خرجوني يلا خرجوني. اه ده السقف بيقع. بصوا هو انا مش عارف اقولها لكم ازاي والله، بس انا لقيت نفسي ترسبنت بره، مش عارف ده جليتش من اللعبه ولا ايه. بس انا بالنسبه لي كاحمد، انا عارف انا هعمل ايه مع الراجل المحترم ده كويس جدا. ماشي، انا اجيب القنبله دي ثانيه. انزل 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 عدل انزل عدل. طيب الحمد لله ربنا كرمنا بعد معاناه وطلعنا. انا ما عملتش حاجه، انا بس انا عايز اعرف الضرر تم فين، ده اللي انا ايه ده يا جدعان، ده الحفره اتسدت. هو مش المفروض ان القناه بتعمل العكس، ولا هو انا عبيط، ولا هو في ايه بالظبط؟ يا جدعان اللعبه دي يعني ساعات تبقى واقعيه قوي وساعات تبقى غريبه قوي. هو احنا بهدلنا الراجل، خلينا عامل زي عارفين انتوا جوزة الهند لما تكسرها، احنا عملنا فيه كده، يعني ده منظره دلوقتي. لا وي دي وقت دي، معلش انا اسف انا اسف ساعات. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا جدعان يا لهوي، ده الراجل اتشخرم. القنابل دي قويه جدا، يعني احنا وصلنا لاحشائه بالظبط. اوف 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 اوف، الرجل دي اتهانت، الرجل دي اتهانت يا جدعان. هو اللي تحتنا ده بيد روك ده ولا ايه ده ساعات؟ يا لهوي، وقع على زميله، وقع على زميله. يعني احنا فشخنا وش واحد، موتنا واحد، والتاني يعني ده اكتر واحد بصراحه اتعذب. يعني احنا خرمنا الراجل، وطبعا ما ينفعش ان احنا نلعب لعبه روبلوكس
الا ونجيب العظمه دي. ليه بقى؟ لان هنا تم انشاء لعبه روبلوكس. المبنى ده اسمه روبلوكس هيد كوارترز. ده المبنى اللي هم بيصمموا فيه اللعبه وبيظبطوها فيه وبيدلعوها فيه وبيخلوا كل حاجه فيها ايه زي الفل. ماشي، فاحنا هنعمل حاجه حلوه قوي. يعني انا كراجل بحب ماينكرافت اكتر من روبلوكس بصراحه، فانا قررت النهارده ان انا ههد البيت على دماغهم. استنى بس نشوف الضرر قد ايه اللي هيحدث. اوكي، الضرر كبير. اللي انا بقى بخطط له ان البرج الطويل العريض ده هياخد مني وقت طويل جدا عشان انا اقدر انا اكسره، فانا ههده من تحت اخليه ان هو يقع. هنحط مثلا واحده هنا وواحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا. ينفع يقع من الجنب؟ بس انا حاسس ان هو بدا ان هو بيتهز تقريبا. ده في تحت جراج اهو، عندهم جراج. فيش جراج. يلا، لو اللعبه واقعيه بقى المفروض ان هو يقع. المفروض ان هو يقع والله، اصل هو كده متحمل على حته واحده. يا لهوي على اللاج، يا لهوي على اللاج يا جدعان. يا نهار اسود، ايه ده؟ بصوا البيت كله واقف على الحته دي، الحته دي بس هي اللي واقف عليها. انا بحارب. طيب حرفيا تخيلوا ان العماره دي كلها واقفه على الحته دي، فانا هعمل حركه حلوه قوي. احنا نجيب البتاع بتاعت السي 4 دي سعادتك، نلزق واحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا وكمان واحده هنا، يعني ايه للحظ الجاي، وواحده هنا للحظ الجاي. هو انا اروح بعيد بعيد، المفروض انه يقع بقى. اوكي، هو بيقع ولا ايه؟ هو بيقع ولا ايه يا جدعان؟ بص واقف على ايه، بص واقف على السلم. تخيلوا عماره كبيره زي دي واقفه على السلم. هو ده كده اللعبه كده منطقيه يعني ولا ايه؟ يعني ايه ده الهبل ده يا جدعان؟ المفروض اللعبه تحترم عقولنا بقى، فيها تير داون بقى. طيب احنا هنحط واحد سي 4 هنا، اعتقد دي كفايه. ونحط دي هنا عشان معلش ما يقوليش ان العماره واقفه على ده. يعني انا عارف ان اللعبه دي غريبه وممكن تعملها معايا حاجه، حركاتهم القرعه دي انا متعود عليها. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا لهوي يا جدعان، اوف 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 على اللاج، اوف على اللاج، اوف على اللاج، اوف على اللاج. المبنى كله انهار، المبنى نازل تحت الارض. انا مش عارف هو رايح فين، بس انا ما اعتقدش ان جهازي هيقدر ان هو يتحمل ده. المبنى كله نزل. يا لهوي، ده احنا بهدلنا بكرامه الارض بروبلوكس. بص بص بص، البرج اصلا الطويل ده خلاص خلاص مجرد اشلاء، عباره عن اشلاء دلوقتي. ناو اشلاء، ناو ما بقاش فاضل فيها اي حاجه. ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ ده خلاص، ده بح. طيب يعني في رساله اخيره لروبلوكس. ماشي، طبعا اللعبه اقسم بالله يا جدعان ما مستحمله، اقسم بالله اللعبه ماشيه مش هقول لكم باتنين فريم، اللعبه جابت اخرها من الهده اللي احنا هديناها لها دي. انا بس انا حلمي بسيط، اوصل لكلمه روبلوكس اللي هناك دي وامسكها كده اعمل منها شاورما مش اكتر. ده هدفي. دي رساله من محب الماينكرافت لروبلوكس، مع كل الاحترام والتقدير يعني لمحبين لعبه روبلوكس يعني، بس انا بحب ماينكرافت اكتر، انا بحب روبلوكس جدا على فكره. يلا، ايه بنحارب. انا وصل. يلا يا جدعان نلف وشنا ونقول الو.